قوم يا رفاعي، زينهم. قوم يا خليل، قوم يا عبد الصمد. يا واد قوم بقى، اعمل لك رش. اعمل لي طرش. قوم يا احمد. ولا يا احمد ولا قوم. يلا يا علي. يا واد يا علي قوموا بقى، ما تخلبونيش. قومي يا اختي، قومي. صباح الخير يا خالد. صباح الخير يا اختي. قومي علي. علي قومي. جبت الفطار؟ فطار ايه يا واد؟ الواحد يصبح يقول يا فتاح يا عليم وانت تتكلم على الاكل كنكيبه. يا جمالات، جمالات. عم مجيد. انت يا عبد المجيد. صباح لو صباح الملك لله يا اختي. عزيز، عزيزه، قومي يا اختي. قومي يلا يلا على بر يا حبيبتي. يلا قومي، تعال خد اختك في ايدك ويلا. يلا يا اختي توهي. ايوه. ايه انت يا ابو خليل؟ ايه في ايه يا في ايه؟ عايزك تصحى. انت كل ما تشوفيه نايم تصحيني. هو انت يا حسره بتعمل حاجه غير انك يا نايم يا تيهان؟ انا تيهان؟ ولا تزعل، سكران. في حد يصحي بني ادم بالزغد والرفض؟ يا اخويا قوم شوف شغلك بلا خيبه. عايز نعمل لك ايه؟ ازغزغك وانا بصحيك؟ يا وليه اصطبحي؟ وما اصطبحتش يا عبد المجيد هتعمل لي ايه؟ هدشش دماغك دش. انت؟ انت يا عبد المجيد هتدشش دماغ انا دش؟ ودماغ اللي خلفوك. يلا. انت عايز دش هتتحط وراك لفوق. فيه ايه بس؟ فيه ايه بس؟ يا واد وقدرات بس. فيه ايه يا جوز اختي؟ شوف اختك. فيه ايه يا بعد 22 سنه غلب ومرار عايز يدشدش راسي؟ الوليه دي هتنقذني وتموتني ناقص عمر. ترجع اللي دخلتني بالحي. هو اللي هيصحيني؟ انا اللي هقطع لك لسانك ده. شايفه بيقول ايه بس؟ هي دي عيشه دي اللي انا عايشها؟ يا سلام صلوا على النبي. يا سلام يا شيخه دي عيشه. روح اغسل وشي. يا سلام عليك يا ده وليه اللي صحيح عشان يروح يشوف شغله. يا وليه لسانك الطويل ده انا برضه اللي هطلب لك. انت مالك انت يا وليه؟ اصحى ما اصحاش انا عارف شغلي كويس. بس كنت عارف شغلك كويس. بس فيها دلوقتي. يلا بقى يا ابني صلوا على النبي كده. يلا ساتر يا رب. تاكلك لقمه وتروح الشغل يا اخويا. ايده بقى ما تحبش انت. يلا يا لهوي. اوعى ايدك يا اولاد. لحقتوا لهفتوه؟ احنا ما اكلناش حاجه يا خالتي. خليل وعبد الصمد لفوا الاكل كله. ما تقولش لفوا الاكل. ما اكلتش اكل ليه؟ انا ما اكلتش ولا لقمه يا خالتي. الواد ده يا خالتي اكل الاكل كله وحفف الفول والزيت كمان. وهو ده. ايه وانا ما اكلتش حاجه خالص. قوموا بقى كلوني. هجيب لكم ايه اكتر من كده؟ شريالكم بريده فول والف ونص عيش على الصبح. قوم يلا انت وهو. قوم يلا بيتي. انتوا على مدارسكم بلا قله ادب. فاكرين بس خلفونا ما تاكلناش. بس يا بنت يا زهره يا ام لسان انت يا قله الادب. عيال بتوع اليومين دول. يا عبد المجيد اتفضل. يلا يا جمالات يلا يا اختي يلا بقى ربنا يهديكم. انا شايله لكم شويه فول ورغيفين عيش اهم حلوين. ايه ده بقى عندكم باكل وسايبيننا جعانين؟ بس يا واد ولا هتعمل لي مظاهره؟ ما تقعدي تاكلي معانا اللقمه. معلش بالهنا والشفا بس ربنا يهديكم انتوا. ايه ده مفيش طول طريق ترشي؟ يا اخويا كله ما تتقمرش. اما عايز ايه يا واد؟ عايز ساغ عشان اشتري كراسه. اهو ده اللي انت فالح فيه. ده بدل ما تجيب حاجه تحطها في قلب البيت. هات 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 فالح يا اخويا طالع لابوك. ما تتلم يا ولية الاحسان اقلب عليك طبق الفول. اهو ده اللي انت فالح فيه. تسكر واقلب عليك طبق الفول. اسكر؟ ما انا بسكر من الغلب اللي بشوفه منكم. مخلي بالي قرطه. الجواز قال قطع الجواز وسنينه. يعني شافوا اهل متجوزين غير النكد والهم والفقر. انا اتجوز قال عشان بدل ما جلبتي تبقى برقعه واحده تبقى برقعتين. الله يسامحك انما الراجل برضه ستره. لا يا اختي مش اي راجل. لازم يبقى كسب ومتعلم عشان عيالي يطلعوا عدلين. وعلى على ايه لازمته؟ ما انا كده عدله وكويسه وكسيبه انا كمان. انا اتجوز قال عشان اجيب لي 12 عيل. يا عيني عليهم اجيبهم في الدنيا دي عشان ازود الجعانين والفقرانين والجهله. انت يا اختي بتجيب الكلام الكبير ده منين؟ من اللي انا شايفاه يا اختي. اللي انا شايفاه يعلم الحجر. وانت يعني فاكره لما اتجوز لي واحد من دول طب ما هو هياخد القرشين اللي بكسبهم وتروح على عيالي؟ مش عيالي كوله بيهم؟ طب يلا يا شهيلي الفم اللي في ايدك ده بدل ما انت قاعده تنقي وتقري. انت
طب يا اختي خليك انت بطبيخي. طبيخ؟ الطبيخ ايه؟ اللي يسمع كده ما يعرفش انهم شويه باميه قرديحي. ما هو لو كنت خلفت لك عيلين بس كان زمانك بتاكليهم بحته زفر. مش كل سنه عيل زي الارنبه. ايه؟ بتقولي ايه يا نعمه؟ ما بقولش حاجه يا اختي. بقول انا هروح شغلي احسن يرفضوني ويقولوا لي روحي اقعدي جنب اختك. سكتهم ونتجوز ترتاحي بقى من الشغل والهوسه دي كلها. ما قلت لك ما اقدرش اسيب الشغل يا سي يوسف، والقرشين اللي بكسبهم بساعد بيهم اختي واولادها، وهي بقى نقايه بتسند الزير. نايت ايه وزير ايه بس؟ يا نعمه اسمعيني يا نعمه. اوه انت هتقضي طول عمرك كده عدالهم وهم واقفين حالك؟ انا عايز المك في بيت وريحك من ده كله، حد يعيبني في كده؟ بنت ايه بس اللي هتلمني فيك يا سي يوسف؟ انت بتقبض كاش مش 15 جنيه، هما دول يفتحوا بيت، دول ما يفتحوش صندره يا سي يوسف. بتعايرينا يا نعمه؟ لو وحية النبي مش قصدي، اوعى تزعل، بس انا مش عايزه اخيب خيبه اختي، مش عايزه اجيب 9 عيال واحتسي اوكلهم منين، مش عايزه بقى اتجوز لي جوز بيجيب القرش بالكاد بقى ونفضل في نقر وشجار. لما تكبر بقى يحلها ربنا. في الوظيفه والاصلاح الزراعي مش ممكن، الصغير بيفضل صغير طول عمره، زي عهده الاصلاح الزراعي بالظبط. هي ايه عقدتكم يا سي يوسف؟ حمير ومواشي. عمرك سمعت ان حمار اترقى وبقى باش حمار؟ اوسع يا عبد بقى. حاضر. خدتك بعافيه. على فين؟ لازم اروح شغل. بس احنا ما وصلناش النتيجة. وانا في ايدي ايه بقى؟ على رايك. هي في ايدي انا. هم هم. تعالي يا بنتي انت وهي هنا. 50 ساخ؟ ايوه يا اما. يا حلاوه يا بنات. عشان ما تقوليش يا اما ان عيالك زي قلتهم. والله وكبرتي يا خليل وبتخش على امك بفراخ وفلوس، ربنا يحفظك ويحميك. تعيش يا اما. وانت يا خليل جبت الحاجات دي منين؟ عساكر؟ في ايه؟ الواد ده سرق الفراخ ودرج المعلم بطاو كمان. سرق؟ يا حسني؟ هو ابن يسرى؟ هو ده معاه. الله! خده رايح فين فين يا خويش؟ سيب الواد. قدام على المركز. سيبيني في حالي وحياة أبوك يا نعمة، القطارات زمانها هتكبس.
اعرف انا نعمل. راح اتصرف يا سعد المجيد، راح اتصرف. خدي بالك من نفسك او عقدي تطلع لك في السكه تعضك يوديك مستشفى الكلب. طلباتك، عاوزه فراخ ولا حمام؟ انا عايزه المعلم من حمام البطاوي. خير؟ بخصوص خليل ابن اختي. ايه يا متولي؟ ومين دي؟ نعمات اخت مرات عبد النجيل افند المحولجي، تبقى خاله الواد الحرام يا معلم بطاوي. عايزه ايه؟ عايزك تتنازل عن حقك يا معلم، واذا كان على اللي اخذوا رقبتي سداده. طب وانا اعمل ايه برقبتك؟ الناس بعضها برضو يا معلم. ده حرامي عايز الجلد وضرب الرصاص. المسامح كريم بقى يا معلم. وانا اقول ايه للحكومه؟ على كل حال هو ما بقاش حقنا، بقى حق الحكومه. اهي كلمه من المعلم برضو تصلح كل حاجه. في عرضك يا معلم ما تضيعش مستقبل الواد. بس نقول ايه بقى للحكومه؟ وانت هتغلب يا معلم، هتلاقي اي حاجه تقولها. طب بس على الله بقى يرضوا. يرضوا يا معلم، ده حقك انت. هيرضوا يا معلم، إلهي يخليك يا رب. علشان خاطرك، حكم أنا ما أحبش الحرامية أبدا. معلش حقك عليا، إلهي يخليك يا رب. تعالى معايا على المركز، إلهي يخليهم لك، إلهي يخليك. طب يا ست، اتفضلي. خش 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 يا خليل. تعيش يا نعم. عودني يا خالتي. جيت. أيوة جيت يابا. كده برضه سيبوني مرمي في الحجز. لولا خالتي كنت رحت لو ثلاث تعريفة. وانا اعمل لك ايه في بالك؟ كنت قلت لك ازرق مش امك هي اللي مال همه بقى يا عبد المجيد؟ عملوا فيك ايه يا بنات؟ كنتوا رايحين يبهدلوني يا ابا. لولا خالتي الله يسترها. الواد الظابط اللي هناك نزل فيها ضرب يا معلم. ما تتهمت يا بنات انت وهو وخشوا بقى. اهدينا على دوشي. دوشي دوشي. انا كنت يلا شوفي يا بنت انت وهي بطلي حبل بقى. يا سي عبد المجيد اسمع يا جوز اختي، لازم تبطل بقى بالشرب ده شويه. الازازه دي غداره زي اختك. يا اخويا اختي مش غداره، ده اختي غلبانه. 22 سنه مورياني المر، سنه تخلف وسنه لا، لا وبالستر ربنا عليا، مره تخلف ومره تسقط. طب يعني الشرب هيحل ايه؟ ينسين الخيبه اللي انا فيها دي والقرطه، قرطه مخلفه لي قرطه. وانا اللي كنت خلفتهم لوحدي يا مدهول؟ دي هتفوقني بقى. كل يوم ترجع لي وش الصبح وانت سكران ولك عين تتكلم؟ يا اخويا بدل القرشين اللي بتلقحهم في السم الهالي ده، لقحهم على قطة العيال اللي انت محلفهم. ايه ده؟ ايه في ده؟ حاجة دي تعالى هنا، انت خارج رايح فين؟ رايح بزتين ده. بس ما تقطيعش. وش 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 يا شيخ بقى في ايدي؟ روح. لوحدك يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي. وانت كمان خذ، خذ يا اشرب. يا سلام، صنف معتبر قوي، الواحد خايف يتعود عليه. بايدك مفتاح الباب. قلت ايه؟ اذا كان عليا أنا مستعد أبصم بالعشرة من دلوقتي. صراحة يا معلم البت نعمة دي كويسة أوي، أحسن من أختها بكتير. هي قبل كده قالت لأ، لكن بقى قدام المعلم بطاوي حد يقدر يقول لأ؟ طب اشرب اشرب، أنت هنا بقى في حمل المعلم بطاوي.